السلام على سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. مستمرين مع حضراتكم في خاطرة الفجر كل يوم، بناخد نية حضور مجلس العلم ونية قيام الليل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وما أشرف اللحظات إلا الله سبحانه وتعالى بيذكرنا بالأسماء عند الملأ الأعلى، لدرجة إن الإنسان وقت ما يموت كما يروى في بعض الأحاديث، والإنسان وهو بيموت الملائكة اللي بتكتب الحسنات والسيئات بتقول له: جزاك الله عنا خيرا، فكم من طاعة أشهدتنا إياها معك، وكم من مجلس ذكر أحضرتنا إياه معك. تشكروا الملائكة إن هو كان بيروح أماكن بيذكر فيها الله اللي هم بيحبوه، فمتشكرين على كل طاعة كنا فيها معاك وما أذتناش بمعاصي تضايقنا لأنها بتغضب ربنا اللي احنا بنحبه، ومتشكرين على كل مجلس علم حضرتنا إياه معاك عشان نبقى مستمتعين بذكر الله اللي احنا بنحبه. عشان كده بناخد نية مجلس العلم ونية قيام الليل، إحياء الليل في طلب العلم وذكر الله سبحانه وتعالى. أنا النهاردة مما استوقفني في القراءة آية في سورة الطلاق، آية مشهورة جدا، يمكن بعض الناس واخدينها كأنها رمز للحياة وأحد مبادئهم في الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. معنى الآية إن لو واحد طلق مراته طلعهاش بره البيت، انتوا لسه متجوزين، ما دام الطلقة الأولى أو التانية لسه مراتك ولسه بينكم وبين بعض عدة 3 شهور، ما تبعدوش عن بعض، ما تاخدش هي لبسها أو هو يطردها مش عارف بلبس البيت، ولا تاخد شنطتها وتروح عند أهلها، عيشوا مع بعض انتوا لسه متجوزين. هو طلقك لكن ممكن يردك في أي وقت، يمكن وانتوا عايشين مع بعض ومتخانقين خناقة سببت الطلاق، بكرة ولا بعده تشوفوا العيال فتحنوا للعيال فترجعوا لبعض، يمكن وانتوا معديين كده في الطرقة تهزروا مع بعض يحصل أي شيء في نوع من التقارب، ما تعرفش الخناقة اللي أدت للطلاق يمكن بكرة ربنا يصفي القلوب، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لو طلقتها وطردتها بره البيت، أو هي جابت عيلتها واتخانقوا معاك وضربوك زي ما بنقرأ في القصص وبنسمع في بنقرأ في الأسئلة، متعرفش انت كده بنكسر جمال الحياة وبنضيع الذكريات وبننسي جمال العشرة. اتخانقنا وهو رمى يمين الطلاق وهي عيطت بعد كده او قالت له طلقني، قال لها مش طلقته طلقني، لو انت راجل طلقني، ام طلقها شيطان. خليكوا قاعدين مع بعض، ما تعرفش بكره ممكن ربنا يغير القلوب ازاي. يقول لك: تبت نار تصبح رماد ما بين طرفه عين وانتباهاتها يغير الله من حال الى حال، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفحشه مبينه وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يمكن الآية دي فتحت لي أفكار كتيرة في ناس بتتسرع في تصرفاتها فبتقفل أبواب خير كتيرة. ناس كتير أنا أسمع القصة دي، واحد يبقى بيشتغل في شركة فتيجي له شغلانة في شركة تانية وعنده فترة انتقالية يسلم فيها عهدته عشان ينتقل للشركة التانية قبل ما يخلص ورقه شهر مثلا، ففي الشهر ده يبقى مهمل جدا في شركته الأولانية، ما خلاص بقى مضى عقد في الشركة التانية ولسه بيجيب ورقة ومش عارف بيطلع تصريح ايه ويجيب شهادة ايه وفيش وتشبيه الورق بتاع الأشغال. طب سلم بقى كويس، يعني امشي وسيب انطباع جيد. لا مش هسيب انطباع جيد، يبدأ يكسل وما يروحش ويبدأ يحصل له تسويق لسمعته بعد ما كان بيشتغل وسمعته كويسة،
ومش راضي يمشي بانطباع جيد بسبب الكسل والضمان انه راح شركة تانية، وفجأة تحصل مشاكل في الشركة التانية، ايا كان حصلت عندها مشاكل في الفلوس، ورقة مش عارف يطلعها، وفجأة يلاقي نفسه في الهوا. طب يا ناس يا طيبين يا اللي بشتغل معاكم رجعوني. رجعك ازاي؟ ده انت بينت ان انت مش امين وانت بتسلم العهدة، خلاص رمتنا بدل ما رحت الناحية التانية. فكأني بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. سيب انطباع جيد، انت ما تعرفش انت رايح ولا يمكن تروح تشتغل ما تنبسطش وتكلم مديرك تقول له رجعني. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اتخانقنا مع بعض انا وانت واحنا اصحاب، ولا وانت عندنا اسرار، فلما اتخانقنا رحت انا افشيت كل اسرارك وفضحتك عند الناس انتقاما مني فيك علشان انت زعلتني، وعشان كمان لما الناس تسال هم انتم متخانقين ما بتشوفوش بعض ليه، لما احكي اسرارك ووحشتك الناس تصدق ان انا اكيد مش انا اللي غلطان، ده اكيد ده مجرم من كتر ما انا حكيت عليك. وبعدين الدنيا تحلو ونتصافى، لكن لما تصافينا انت اتفاجئت ان انا فضحتك عند الناس. فالاسبوع واحنا بقالنا 10 سنين اصحاب، الاسبوع اللي اتخانقنا فيه ده انا رميت عشرتك كلها في الارض، ولما رجعنا نتصافى تاني ما نفعش. ليه؟ لانك اكتشفت ان انا فضحتك وهتكت سترك وكشفت العورات اللي المفروض ما تظهرش. ثم بعد ذلك رجعنا اصحاب وانت غالي عليا، بس خلاص انا بوظت كل حاجه، وربنا بيقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. انت تسرعت، ومش تسرعت انت غلطت، لان ما فيهاش تسرع ومش تسرع، دي انت غلطت انك انت افشيت الاسرار. لما اتنين يكونوا متخانقين مع بعض ارمي اسراره كلها في بير عشان شهوه الانتقام ما تخليكش تعمل كده. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. انت عارف دايما لما البني ادم كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله يستجيب لعبده ما لم يتعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي فيكف عن الدعاء. واحد يقعد يدعي يدعي وبعدين بعد فتره يحس ان ربنا مش سامعه او ربنا نسيه، ويا ما جالي السؤال ده، وانا ممكن يكون ربنا في زحمه البشر نسيني؟ يا ما جالي السؤال ده، وبعدين انا ارد واقول ربنا ما بينساش وما كان ربك نسيا، فيبطل دعاء ويكون خلاص الاستجابه جايه بعد يومين ثلاثه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. كل الكلام ده بقوله ليه؟ حتى برضو من ضمن القصص اللي فيها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، حد مثلا يكون بكرة ولا بعده عنده امتحان وما ذاكرش خالص، وبعدين ناقص له يومين، فأمه تقول له يا ابني قوم ذاكر يا ابني، ما تعرفش انت هتجمع ايه يعني. طب خلاص انت ما ذاكرتش، استهدف شابترز معينة كده، يعني ايه فصول معينة واجزاء معينة، ما دام انت ضايع ضايع نشن، يمكن ان اللي تنشن فيه يجي في الامتحان. فيقول لها لا خلاص انا ضايع ضايع وما ذاكرتش. واحد يقول له ذاكر ذاكر بقى ايه، ويكسر من مقاديفه ويبص كده بصة سريعة خش الامتحان، يا نهار ابيض دي الاجزاء اللي امي قالت لي بص عليها. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يمشي يمكن ربنا تصيب معاك ويجيب لك اللي انت بصيت فيه في اليومين دول هم اللي يجوا في الامتحان. كل ده وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للعباد ركز في انك تأدي احسن اداء في الوقت، تقعدش تفكر في المستقبل تفكير يخليك لا تؤدي في الوقت. اللي اتخانق مع مراته وعايز يكرشها بره البيت وهي تجيب اهلها ويضربوه في الشارع مش عارف ايه، لا تدري يمكن العيال يعيطوا بين ايديكم يا بابا رجع ماما، يا ماما رجعي لبابا، وخلاص بقى والدنيا تصفى. لا تدري، باش نكسر الذكريات في الاشغال وفي العلاقات. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ساعات كتير الانسان بيصيبه يأس. كان في صوره لطيفه منتشره على السوشيال ميديا كده، اتنين بيدوروا على كنز، واحد عمال يحفر 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 وبينه وبين الكنز خلاص سنتي صغير كده فيئس ومشي. حاجات كتير جدا في حياتنا الواحد بيأس بعد ما يحاول فيها ويكون خلاص الفرج قرب، واكتر ساعه في الفجر مظلمه هي الساعه اللي قبل الفجر، اكتر ساعه في الليل اللي قبل الفجر على طول. لا تدري خلاص الصبح قرب والشروق طالع. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلعل ربنا سبحانه وتعالى ليه أمر تاني في قدرك، فما تيأسش. والآية دي أنا بحس إنها آية الأمل. ياما الواحد اتعرف على ناس بسبب أزمة، أزمة وجهته في اتجاه معين، لما اتجه في الأزمة دي اتعرف على ناس كانوا سر سعادته لغاية ما يموت، وهو ما اتعرفش عليهم إلا بسبب الأزمة اللي غيرت مساره في الحياة، فراح اتعرف عليهم أسعدوه في الدنيا والآخرة. فأنت لا تدري
سبحان الله، لما ربنا يقول في القرآن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. شوف يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، في لحظات الكرب الشديد، لكن ربنا ليه أمر تاني سبحانه وتعالى، بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال، قادر على إحياء حب مات، قادر على إماتة شعور سلبي مالي عليك قلبك، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فخلي دايما أملك في ربنا وما تيأسش، وركز في أنسب حاجة تعملها دلوقتي وسيب المستقبل على ربنا سبحانه وتعالى. دي يعني إيه مشاركة كده في الآية، وعايز أجاوب على بعض الأسئلة. أنا اتكلمت كتير قوي، عايز أجاوب على أسئلة. لو حد حلم بالجنة ممكن يكون تفسيره إيه؟ والله تفسيره حلو، لأن الرؤية الصالحة من الله، فدي بشارة طيبة، واللي عنده واللي يحلم بالجنة يدور على عمل صالح بيتقرب بيه إلى الله ويثبت عليه، أو يدور على ركن من أركان الإسلام أو عمل صالح ما بيعملوش من الفرائض ويبدأ يعمله، لعل ربنا بيبسطه إنه يشوف الجنة علشان يعود إلى الله سبحانه وتعالى. هل الأوفر ثينكينج والخوف من المستقبل يتعارض مع التوكل على الله، مع العلم إنه بيبقى زيادة غصب عني؟ الأوفر ثينكينج هو التفكير في النتائج وليس التفكير في الأسباب. إن أنا أفكر إزاي، على سبيل المثال عايز مبلغ معين، المبلغ ده بيجي لو اشتغلت شغلانة معينة، فأنا عايز أسعى للشغلانة دي. الأوفر ثينكينج إن الواحد لما يجتهد في الأخذ بأسباب الشغلانة دي يبقى عنده أفكار سلبية، هيرفضوني وهيهملوني وهضيع، ده أوفر ثينكينج زيادة عن اللزوم، تفكير في النتائج. المفروض الإنسان يفكر في الأسباب ويترك النتائج على الله. لكن ممكن الإنسان يفكر طب لو ما قبلونيش إيه البلان بي اللي هعملها، الخطة البديلة، ده مش أوفر ثينكينج، كل ده تفكير في الأسباب. عيان واحد بمرض معين فكر هيروح لدكاترة مين، هيتعالج ازاي، هيوفر الفلوس ازاي، دور بيدعي ربنا، بيدور في اللي حواليه يشوف امكانياته، ده مش اوفر ثينكينج. اوفر ثينكينج ان انا مكتوب لي ان انا ربنا ما يشفينيش وهتحصل لي مضاعفات وهتألم، ده زيادة، ده تفكير في النتائج، وده جزء منه شغل للشيطان للعقل حتى لا يتأمل ولا يحسن الظن في الله ولا يتأمل في حاله، فيشتغل على نفسه ويصلحها، فيشغل العقل بالاوفر ثينكينج. فالاوفر ثينكينج تفكير في النتائج، والنتائج على الله، بربي العيال يطلعوا صالحين ولا يطلعوا وحشين على الله. طب العيال في ناس هتضطهدهم في المدرسة ولا في مش عارف في الحياة وهيعملوا بولينج عليهم، طب أنا أشتغل على أن أنا أقوي شخصياتهم وحسسهم باعتزازهم بذاتهم وتقديرهم لنفسهم وتوكلهم على الله، وسيبهم في معركة الحياة، وبعد كده أمونيتور بقى، يعني لما يجوا يحكوا لي أبدأ أراجع معاهم وتابع معاهم وأصلح معاهم، هذه قدرتي. الأوفر ثينكينج أحمل نفسي فوق طاقتي في التفكير في النتائج. الله، ايه علاج النسيان وعدم التركيز في القراءة او الادعية؟ علاج النسيان ان انا ما احملش نفسي فوق طاقتي في حجم القراءة والادعية، ادعي دعوات بسيطة عشان اعرف اركز فيها. ومرة كنت بصلي وراء احد علمائنا فكانت صلاته سريعة، وسيدنا انس يقول ما صليت خلف امام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله. فكنت بصلي ورا مولانا ده كانت صلاته سريعة، يعني سبح 3 مرات دي دعوة معينة واحدة، وأنا بقى فاكر هصلي وراه الركوع يبقى طويل والسجود، لقيته بيصلي بسرعة، قلت له ليه يا مولانا بتصلي بسرعة؟ بس سرعة مش مخلة، سرعة غير متوقعة وأنا بصلي ورا العالم. قال لي عشان نعرف نخشع في الصلاة، مش هطول قوي علشان التطويل بيخلي العقل يفكر في حاجات تانية. فكانت صلاته قصيرة لكنها تامة. فلو بتنسي في الأدعية أو مش مركزة في القراءة، شيلي على قدك أو شيلي على قدك واقرأ قراءة تخليك ما تسرحش كتير. وبر القراءة والأدعية أكثر من ذكر لا إله إلا الله، جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. ربنا يكرمكم، مش هطول عليكم أكتر من كده عشان أسيبكم للسحور واللي عايز يصلي الوتر. أشكركم، ويا رب يسمح لنا دايما إن احنا نتقابل يوميا في خاطرة الفجر. ما تنسوش تتفرجوا على حائر على On E. أشوفكم دايما على خير. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله.